حاجات خلتنا نحب محمد صلاح. صل على النبي وتعالى اما اقول. محمد صلاح ساهم في انشاء معهد دين في قريه في الغربيه، واتبرع للمعهد ده ب 8 مليون جنيه، واتبرع لمستشفى سرطان الاطفال 57-3-57 باكثر من 12 مليون جنيه. ربنا يجعله في ميزان حسناته، قولوا امين. وساهم في اعاده ترميه معهد القلب بعد ما اتعرض لهجوم ارهابي، واتبرع ب 3 مليون جنيه. وساهم في جواز بنات كتير جدا من ابناء قريته، وانشا وحدة غسيل كلى لأبناء قريته، وساهم في بناء مسجد داخل قريته، وساهم في تطوير مستشفى ابتدائي، واتبرع لإنشاء وحدة حضانات الأطفال. غير كده إن هو بيطلع رواتب شهرية للناس الفقراء اللي عايشة في قريته. بس خلاص، ياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتصلوا على نبينا محمد أشرف الخلق أجمعين. هما ليه لاعيبة الكورة بيحطوا ايديهم على بقهم وهم بيتكلموا؟ صلى على النبي وتعالى اما اقول. مبدئيا دي دراسة اسمها مواجهة الكاميرا، ودي بتعلمها لاعيبة الكورة في الاندية بتاعتهم، واللاعيبة بتعمل كده عشان يخفوا حركة الشفايف، لان الكاميرات بترزة اللاعيبة، وبيجيبوا خبراء عشان يعرفوا اللاعيبة بتقول ايه بالظبط، وده من غير ما يسمعوا صوتهم، وده عن طريقة حركة ترجمة الشفايف، واللاعيبة بتعمل الحركة دي عشان محدش يعرف هما بيقولوا ايه، لان هما عارفين اللي اي كلمة هتبقى مادة اعلامية، لان ممكن يكون لعيب عليه العين في الفترة دي وتكون قصدها كاميرا خاصة عشان يعملوا عليه سبق صحفي ويجي على حساب اللاعب، وده ممكن يسبب مساءلات قانونية.